أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. حديثنا في هذا الفيديو عن أساليب الشراء. علل أو بما تفسر تتعدد أو تتنوع أساليب الشراء في مشاريع الأعمال لتلبية احتياجاتها من المواد. هذا يختلف أسلوب الشراء من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى نظرا لظروف متعددة. بداية، تبعا لطبيعة المواد المشترى، ما هي طبيعة المادة المشترى؟ هل المواد سائلة؟ هل المواد غازية؟ هل المواد سهلة التخزين؟ هل المواد صعوبة في التخزين؟ ظروف عمل المشروع، هل المشروع يعمل في ظروف مستقرة، يعني مستقرة سياسيا، مستقرة اجتماعيا، مستقرة أمنيا؟ نشاط المشروع، حجم المشروع، النشاط المقصود فيه، احنا بنتكلم عن مشروع، ايش نشاطاته، ايش أعماله، ايش الخدمات اللي هو بيقدمها. حجم المشروع، هل هو حجمه كبير أم حجمه صغير؟ شكل الملكية، بنتكلم عن ملكية فردية، بنتكلم عن شركة تضامن، مساهمة عامة، مساهمة خاصة. إضافة إلى شكل السوق، هل هو بيعمل في سوق احتكار هل هو بيعمل في سوق احتكار تام أم يعمل في سوق احتكار قلة أم يعمل في سوق منافسة تامة أو منافسة احتكارية، وهل درجة المنافسة فيه عالية أم منخفضة؟ عندما نتحدث عن عدة أساليب الشراء، هناك شراء مباشر أي من البائع إلى المشتري مباشرة، هناك شراء بالممارسة، هناك شراء بالمناقصة، هناك المناقصة الإلكترونية، وسنستفرد لها بالتوضيح بشكل كامل. بين أيدينا حالة دراسية واحد، قرى فلسطينية تغرق في الظلام. تعاني العديد من القرى الفلسطينية من عدم وصول التيار الكهربائي لمنازلها، كأمثال قرية جبة الذيب، خرب الطانة وغيرها، وذلك بسبب رفض سلطات الاحتلال الصهيوني تزويدهم بالتيار الكهربائي، فلا يوجد عندهم الكهرباء تصل إلى قراهم، وبالتالي يعتمدون على البدائل، وهي اعتمادهم على مولدات كهربائية محدودة القدرة وبتكلفة عالية، الأمر الذي حرم تلك القرى من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها القوانين والتشريعات الدولية، وتضمن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، علاوة على اعتداء المستوطنين على منازلهم وأطفالهم ومواشيهم ومصادرة أراضيهم في محاولة من سلطات الاحتلال الصهيوني لتهجيرهم عن هذه المناطق لضمان التوسع الاستيطاني. وهنا وجد المهندسان عامر وأشرف فرصة استثمارية تحقق لهما الربح من جهة، وتسهم في التخفيف من معاناة سكان تلك القرى من خلال إنشاء مشروع تجميع الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية وبتكلفة منخفضة، علما بأن مكونات وأجزاء الخلية الشمسية يمكن شراؤها من الأسواق الفلسطينية أو الأسواق الخارجية عبر الشراء من منتجين لها أو من خلال تجمع طلبات من المنتجين لاختيار المناسب لمشروعهما والبدء بتنفيذ هذا المشروع. بعد أن قرأنا الحالة الدراسية نجيب على التساؤلات الآتية. برأيك، ما دوافع قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بمنع تزويد القرى والبلدات الفلسطينية بالكهرباء؟ لماذا لم توصل الكهرباء لتلك القرى وتعطيهم أبسط حقوقهم الإنسانية؟ الدافع هو دفعهم للهجرة عن هذه المناطق إلى مناطق أخرى وإتاحة المجال للمستوطنات بالتوسع. عندما تحرمهم من حقوقهم الأساسية، قد يقول البعض لماذا أبقى في هذه القرية وأنا محروم من خدمات الأساسية، فيضطر لهجرة هذه القرية، فيكون هناك دافع قوي باتجاه المستوطنات بالتوسع في هذه القرى. ما الأساليب التي اعتمدتها سلطات الاحتلال لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم الواردة في تلك الحالة الدراسية؟ اعتمدت أسلوب رفض التزويد بالتيار الكهربائي، أي منع تزويد هذه القرى بالتيار الكهربائي، والذي يعتبر متطلب من متطلبات توفير الحياة الكريمة ومن أبسط الحقوق الإنسانية للمواطنين، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على أطفالهم وعلى ممتلكاتهم من منازل ومواشي ومصادرة أراضيهم. السؤال التالي، كيف يشكل حرمان المواطنين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم مصدرا لمشاريع ريادية؟
هنا لجأ المواطنون الفلسطينيون إلى اعتماد على أفكار بديلة. طالما الأصل غير موجود فالإنسان بده يبحث عن أفكار بديلة من خلال ما هو متاح من موارد لضمان التعويض عن النقص الحاصل في تحصيل حقوقهم واللجوء إلى بدائل متاحة، خاصة إذا تعلق ذلك بموارد طبيعية لا يستطيع الاحتلال التحكم بها والسيطرة عليها، وبذلك يمكن حرمان المواطنين الفلسطينيين منها، مثل استثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فهم لا يستطيعون أن يمنعوا طاقة الشمس أو طاقة الرياح عن الفلسطينيين. ما مصادر الشراء لمستلزمات ومكونات الخلايا الشمسية الواردة في الحالة؟ يمكن الشراء من السوق المحلي أو من استيرادها من الأسواق الخارجية. إلى السؤال الخامس، اقترح أساليب لشراء مكونات الخلايا الشمسية مستفيدا من الحالة الدراسية. إما أن نشتري من المنتجين وهو شراء مباشر من خلال تجميع طلبات وعمل مناقصة، كما يمكن الشراء عبر المناقصة الإلكترونية أو التقليدية بهدف الحصول على أفضل الأسعار. المناقصة الإلكترونية من اسمها إلكتروني، فهي تستخدم الشبكة العنكبوتية الأنترنت، فيكون هناك من يرغب في بيع هذه السلعة يستطيع تعبئة هذا العطاء. أما عندما نتكلم عن المناقصة التقليدية فهي من السوق المحلي أو من الشركات، من مندوبي الشركات في داخل الدولة يستطيعون شراء هذا العطاء وتقديم مناقصة، ثم من يكون أقل سعرا وبنفس الجودة المطلوبة ترسو عليه المناقصة. برأيك من الأفضل، الشراء من السوق المحلية الفلسطينية أو من السوق الخارجية، ولماذا؟ السؤال بيقول هل أشتري من السوق المحلية الفلسطينية أم أشتري من الأسواق الخارجية؟ الإجابة، إذا توفر المنتج الفلسطيني فالشراء من الأسواق المحلية أفضل من الشراء من الأسواق الخارجية، لأنه يشكل دعم للمشاريع الفلسطينية واستمراريتها في تقديم خدماتها للمواطنين والمستهلكين. أول حاجة، أنا بدعم المشروع الفلسطيني، كيف أنا بدعمه؟ أنا بدعم المشروع الفلسطيني، أول شيء بكون فيه عليه حجم من المبيعات، هذه المبيعات بتعطي دخل، فالدخل هذا بيعود على أصحاب المشروع، بيقوي من عملية الاستثمار في داخل المشروع، يسهل عليهم عملية تطوير المنتجات في داخل المشروع، بما يدعم ويعزز التطور الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الفلسطيني. كيف بتطور القطاع الاقتصادي؟ بصير هناك منتجات محلية يمكن الاعتماد عليها بدل المعتمد على المنتجات الخارجية، ويسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحل من البطالة. كيف بحد من البطالة؟ الآن لما بكون عندي مشروع فلسطيني بدي شغل عمال فلسطينيين، العامل الفلسطيني بدي يحصل على دخل، مش بده يحصل على راتب أو أجر، يبقى هدول الناس اللي أخذوا راتب أو أجر مش بده يتحسن مستواهم المعيشي في داخل الدولة، كما يسهم في استقلالية القرار الفلسطيني وبناء الاقتصاد المقاوم. لما أنا بكون لقمة عيشي من إيدي، الأكل مش من فاسه، قراره مش من راسه، هكذا يقال في المثل. هنا كيف يكمن ذلك؟ يكمن ذلك في قوة الاقتصاد الفلسطيني، فمن يملك لقمة العيش يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يقول ويستطيع أن يرفض، ويحقق ميزة تقليل كلفة الشراء ونفقات الشحن والنقل وغيرها، كما يسهم في بناء التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دعم المنتج المحلي الفلسطيني، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. كل هذا بالشراء من المنتج المحلي، فكل ما اشترينا من المنتج المحلي بنكون احنا دعمنا الاقتصاد الفلسطيني وعززنا من مكانته، وزيادة عليه يزداد دخل الأفراد من ويتحسن مستواهم المعيشي، وكذلك يزداد دخل الدولة من الضرائب، وبالتالي تقدم الدولة خدمات عامة للشعب، فهذا يعود عليهم في من قريب أو من بعيد، يعود على المجتمع بالنفع الكبير. وصلنا الآن إلى فرق بين أساليب الشراء، عرف كل من الشراء المباشر والممارسة والمناقصة والمناقصة الإلكترونية. الشراء المباشر يتم عبر شراء المشروع حاجاته بالاتصال مباشرة بمصدر الشراء، يعني أنا بتكلم عن اتصال مباشر، أنا كمستهلك بتواصل مباشرة مع البائع دون وسائط، من منتج أو بائع، دون الحاجة إلى وسيط. وكذلك في حال كون المواصفات المواد المطلوب شراؤها غير متوفرة، بشرط ألا يتم تجهيز المواصفات ليتم الشراء من جهة محددة بعينها، انه انا ما قصدت انه انتجها اشتريها من شخص بعينه، انما هي متاحة في داخل السوق، وانما انا استطيع ان اشتريها مباشرة من البائع دون ان يكون هناك وسيط بيني وبين البائع. اما عندما نتكلم عن الشراء بالممارسة
ويتم من خلال استدراج عروض أسعار للأصناف المطلوب شراؤها من مصادر عدة، ثم الاتصال بها من قبل إدارة المشروع والمفاضلة بينها بهدف الحصول على أنسب سعر يراعي مصلحة المشروع بحيث لا يقل عددهم عن 3 موردين. كيف ذلك؟ لو أنا الآن بدي أشتري عدة مواد خام، فرضا هذه المواد الخام كمية وقدرها، وفي عندي مواصفات، وكل مواصفات كل كمية لها كديش مقدار وكديش اللي هو ايش المطلوب من الجودة وكم السعر اللي انا بدي اياه. مثلا الان بعمل عرض سعر، برسل لاكثر من مورد، لازم ارسل لاكثر من 3 موردين. الان هذول الموردين بعبوا ورقة الاسعار، الان ورقة السعر اللي هم بيعبوها ما في مقابلها عمولة ولا في مقابلها عطاء انه يشتري، لا، انما انا بعت له عرض سعر واعطيني زي ما بعت لك طلبية وقول لك والله اكتب لي عليها كديش الاسعار اللي انت بدك تبيعني اياها، وبشوف الثاني وبشوف الثالث وبشوف الرابع، بشوف اكثر من 3 مين واحد فيهم اقل سعر بنفس الجودة المطلوبة اللي انا بدي اياها، انا بروح باشتري منه. هذا اسمه شراء بالممارسة. اما الشراء بالمناقصة فهي مبدأ المشاركة الواسعة من قبل أكبر عدد ممكن من الموردين المتقدمين بعروض أسعار وبوسائل مختلفة كالظرف المختوم أو بصورة إلكترونية سرية لحصول المشروع على الأصناف المطلوب شرائها بأقل الأسعار وأفضل المواصفات. ماذا تفعل الشركات لكي تحصل على المناقصة؟ بداية الشركة بتعمل إعلان في الجريدة عطاء لتوريد مثلا أثاث لمؤسسة قيمته مبلغ وقدره، يعني مبلغ خيالي أو مبلغ كبير جدا، فبتعمل عليه مناقصة. هذا المبلغ الكبير بيجي الشركات بيشتروا العطاء اللي هي ورقة عرض السعر اللي هم ورقة الأصناف المطلوب تركيبها أو توريدها للمؤسسة. كل واحد بيشتري بيدفع عطاء 200 شيكل 500 شيكل 800 شيكل حسب قيمة المبلغ الكبير، بحيث انه يقل عدد الناس المساهمين ويكون في جدية في الدخول في المنافسة. مش اعمل عطاء وانا يجيني 1000 واحد مقدم عطاء، لا، انا بقدم عطاء للناس الجديين في الشراء. هذه مسألة. المسألة الثانية، كل انسان بيجيب ظرف مختوم وبيقدمه للإدارة. الان بيجوا كل واحد بظرفه المختوم بينفتح قدام مندوبي هذه الشركات وبينكتب سعر كل واحد كديش بده يورد هذه البضاعة. اقل واحد جاب سعر في هذه البضاعة بترسع للعطاء، ولكن غير ملزمة الشركة انه اقل واحد جاب سعر انها ترسع للعطاء، لربما هناك ظروف معينة لا تسمح لها، لكن جرت العادة انه اقل سعر هو اللي بيرسع عليه العطاء. المناقصة الإلكترونية، يعد نظام المشتريات الإلكتروني من خلال المناقصات الإلكترونية آلية متقدمة تستخدم في تقنية إلكترونية عبر الإنترنت. يعني أنا بعمل المناقصة إلكترونية، كل إنسان بيعبي الاستبيان أو بيعبي اللي هو نموذج من نماذج جوجل مثلا أو صورة أو بتنبعت على البريد الخاص، كل واحد بيعمل عرض سعر، وبالتالي ثم يتم الكشف عن هذه الرسائل التي وصلت إلى الإدارة وبتم المناقصة الإلكترونية لتمكن المنشآت من التواصل مع الموردين لتأمين احتياجات المشروع من الأصناف والمواد والأجهزة والخدمات بموجب أحكام تسري على أنظمة المناقصات التقليدية. ويتمثل نظام المشتريات الإلكترونية على آلية تسجيل إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، إذ يخصص لكل متناقص، يعني كل إنسان بده يدخل مناقصة، صفحة خاصة به لتقديم عروض المناقصات واستلامها إلكترونيا خلال الفترة الزمنية المحددة لتقديم عروض العطاء. كل واحد فيهم بيستلم هذا المناقصة إلكترونية بيختلف عن الآخرين، وهنا بيستخدم تقنيات إلكترونية عبر الأنترنت. إذن بين أيدينا عدة أساليب للشراء: شراء مباشر بالممارسة، بالمناقصة، بالمناقصة الإلكترونية. نسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.